الأخت تسأل تقول: إذا قمت بإعارة مبلغ لشخص مرات عديدة ولم يرجعه لي في كل مرة، ما هو التصرف الصحيح الذي أتخذه تجاهه؟ الجواب يعني هذا راجع لإمكاناتك، إذا كان لديك إمكانات مادية طيبة وتعرفين حاجة هذا الشخص للمال وأنه ضعيف فتجاوزت عنه، فإن الله عز وجل يتجاوز عنك يوم القيامة، فإن مساعدة من في هذه الحال معلوم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كنت تريدين استخلاص الحق فلا يوجد إلا المطالبة والإلحاح فيها، فإن لم يستجب فعليك بالاستعانة بمن يستطيع أن يضغط عليه أو بالطرق التي تؤثر فيه كإيصال الأمر لجهة عمله أو لمن يستحيي منهم من أهله أو من جيرانه ونحو ذلك. وإذا لم ينفع كل ذلك فليس هناك مجال إلا الرجوع إلى قوة الدولة إذا كان لديك الإثباتات على هذا المال. وإذا عجزت ولم يعني تصل إلى الحق فلا تقرضيه مرة أخرى، لا تقرضيه مرة أخرى إذا كان الأمر كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأنت على كل حال مأجورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن القرض له أجر نصف الصدقة، فالذي يقرض مبلغا من المال فكأنما تصدق بنصف هذا المبلغ، فالأجر حاصل والحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ عدلي. هيا الله ما بعد. Assalamu alaikum. Sister asking that she had lent somebody some money and repeatedly he never paid back. What she can do about it? And the Sheikh Hafidah Allah is saying what the meaning. It depends what is the situation of the person. You are not obligated to continue lending him money, and you should continue approaching him unless that you give up hope that he will return this money. And you may see some people who know him well and ask them to interfere or to try to be mediator between you and her. Or you go to people who are in authority to see how you can get your money back. Nevertheless, you know that you are rewarded and you're getting half of this as a reward, inshallah. And if you could not get it, so if you are not in need for it, you can drop it and leave it to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah knows best.